السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع www.easycore.com. غادي نكملوا على الدروس ديالنا، غادي نشوفوا في الدرس أوامر التكرار أو لي شيما إيتيراتيف أو ريبيتيتيف. هادو دي زانستركسيون جداد غادي نشوفوهم. نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها. لا ستركتور ريبيتيتيف بيرمي دو ريبيتي ان انسامبل دانستركسيون جيسكا سو كون كونديسيون سوا رياليزي. هذه هي لا ديفينيسيون، بمعنى بمعنى شنو بغا يعني لك اون عرب. قال لك ان هاد لي زانستركسيون ديال التكرار انهم كيبقاو يتعاودوا يتعاودوا مادام الشرط متحقق. يمكن نقولوا راهم كيشبهوا السي، غير سي ما فيهاش تكرار. صافي كيدير سي كيتحقق الكونديسيون، كيدير لي زانستركسيون ولكن ما كيعاودش يرجع. بينما الاوامر ديال التكرار اير فوا لا تحقق الشرط، صافي كيدخل وكيرجع من الاول عاوتاني، بحال واحد الحلقه كيدور فيها كيبقى يدور ما كيخرجش مادام الكونديسيون متحقق. هو في الحقيقة كاين كيسماو لي بوكل، هما بعدا لي بوكل لي زانستركسيون اللي كيقوموا بالعملية ديال التكرار كيتسماو لي بوكل. كاين طروا ديال لي تيب ديال لي بوكل. كاين اللي كيخدم بالكونديسيون، كاين اللي مكيخدمش بالكونديسيون. مثلا طونكو كتخدم بالكونديسيون، اما بور مكتخدمش بالكونديسيون، كتخدم بلو نومبر. لو نومبر ديال لو نومبر شحال من مره غادي نعاودو نكررو هذيك لي زانستركسيون، يعني العدد ديال التكرار. ماشي مشكل، هذا هو لا ديفينيسيون. هما دي زانستركسيون جداد كيبقاو يديرو لنا واحد، تبقاو يعاودو لنا واحد الاوامر حاطينهم في وسطهم واحد العدد معين بغينا حنا ولا ماشي مشكل، واحد شحال ما بغيتي. اون دو كا بوسيبل، هو عندنا جوج حالات اساسيه. الى فوا كنا خدامين في واحد البرنامج، كنا غادي نكتبوا واحد البرنامج حنا عارفين شحال العدد ديال المرات اللي غادي نعاودوا فيها دوك الاوامر، كنستخدموا البوكل بور. ولا ما كناش عارفين شحال ديال المرات غادي يتعاودوا فيها دوك الاوامر، كنستخدموا لا بوكل طونك. يعني هاد بور كنستخدمو لو كنا عارفين العدد ديال المرات اللي نعاودو فيها الاوامر، و طونكو مكناش عارفين العدد ديال المرات اللي نعاودو فيها الاوامر. بزاف اللي مكيعرفش المعلومة هادي، فوقاش تستخدم طونك و فوقاش تستخدم بور. هذا هو الفرق بيناتهم. كاين واحد لي بوكل خرين. المهم هادو هما الاساسي اللي كيستخدمو بزاف في ليكريتيغ ديال الالغوريتم. سي شو بغينا نشوفو في هاد الدرس غير ديفينيسيون الفرق بيناتهم. باقي ما عرفنا السينتاكس ديالهم كيش يديرو ويتكتبو، كيفاش كي مانيير ديال الترافاي ديالهم. على العموم هادشي اللي كاين في هاد الدرس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.